أخبارنا النهارده هيكون خبر مشترك ما بين النجم أحمد السقا والمطرب محمد نور نجم فريق واما، واللي جمعهم ببعض أغنية مالك يا ترى، واللي كتبها السقا لنور ونزلت من فترة قريبة على اليوتيوب. تعالوا نشوف تفاصيل التعاون ده في لقائنا مع المطرب محمد نور. النجم أحمد السقا شاعر لأول مرة وكتب كلمات أغنية مالك يا ترى للفنان محمد نور نجم واما، وعن رد فعل السقا لما سمع الأغنية لأول مرة قال محمد نور: الله يا محمد تحفة وجميلة وأنا بسطتني جدا واتبسطت. السقا كمان بيكتب مربعات شعرية وبيلقيها بصوته في أحد مواقع الفن الإخبارية: شدة وهتزول من عندنا، ما اللي بنيين الهرم بلدياتنا ومن عندنا، شدة وهتزول من عندنا. واضح كده انه هيبقى في تعاون تاني هيظهر للنور قريب ما بين السقا ونور، واللي بالفعل بدا نور في تلحين الاغنيه الجديده اللي كتبها السقا. قال لي حتى انا عامل لك غنوه تانيه كمان شغالين عليها دلوقتي، خلاص عملنا اللحن وكده. السقا ونور بتربطهم ببعض صداقه قديمه من ايام فيلم تيتو اغنيه قطر الحياه. طب يا ترى ايه الجديد تاني عند محمد نور؟ في غنوه كلام ولحن عزيز شافعي وتوزيع اسلام ساسو، غنوه جامده جدا جدا يعني مختلفه جدا عليا. اعترف كمان محمد نور وقال انه ممكن ياخد اغنيه كان عاملها المطرب تاني. انا بعمل غنوه حلوه ولو لقيتها بقى عجباني قوي بزياده ما بسمعهاش لحد، باخدها.